الأخوة بلجنة الإغاثة والمهجرين في مدينة قارة. من بعد ما انتهينا من مشروع إفطار الصائم شهر رمضان كان لنا الهيدس الأكبر اللي كان عم يشغلنا على طول دائما هو الأخوة اللي ساكنينهم بالمدارس، لأنه مع فترة النزوح شغلنا حوالي 8 مدارس ومن المدارس 13 بمدينة قارة. من بعد ما انتهينا من المشروع بلشنا نحط خطط بلجنة الإغاثة منشان تأمين سكن لهم، وتواصلنا مع الأخوة بلجنة الإغاثة بمجلس مدينة القصير في مدينة قارة، والأخوة ساعدونا بمبلغ لا بأس فيه بالنسبة لهذا المشروع. كلفة المشروع كانت عالية كتير، ونحن دعينا الناس عن طريق المشايخ والمنابر شو في عندها ناس تقدم لنا شقق وبيوت، والحمد لله الناس لبت هالنداء. وهي في كان عنا المشروع الكبير مبنى الجمعية الخيرية اللي نحن واقفين فيها هلا، اللي بيستوعب حوالي 48 في 48 غرفة، يعني هو شيء 24 شقة، شيء هذا الأكبر تجمع كان، يعني وفي عنا الجامعة وفي عنا حوالي 15 شقة خاصة هنا كمان جهزني هون. هلا بلش العمل، نحن ضغطنا مع بنية المدارس، صار لها 15 يوم بلش المدارس، والحمد لله كل الأخوة لبتنا سواء من سباكين ولا طيانة ولا كل والجارين مشروع عمل. نحن المشروع أمن سكن لحوالي 250 عائلة من أخوتنا من أهل القصير والبويضة والضبع وريف القصير، والحمد لله مثل ما عم لك المشروع كانت كلفته يعني تتجاوز 10 مليون، أكثر من 10 مليون. ساهموا بقسم كبير الأخوة بلجنة الإغاثة الكبيرة للمجلس مدينة القصير في قارة، ولجنة الإغاثة المجلس المحلي كمان تابع معنا قسم، وبعض وقسم تاني من الأخوة المتبرعين، وإن شاء الله نكون أدينا واجبنا تجاه الله وتجاه أخوتنا الوافدين من مدينة القصير.